بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بناخد الريفيجن الرابع على الجي اتش، بنتكلم على الريفيجن على موضوع اللارج انتستين. اللارج انتستين بتبتدي منين؟ بتبتدي من الاليوسيكال جانكشن، يبقى البداية بتاعتها من الاليوسيكال جانكشن. ده ادي مكان الاليوسيكال جانكشن. النهايه فين؟ في الانال اورفيس. اللينث بتاعتها طولها 5 فيت والفوت بتاعها عباره عن 30 سنتيمتر، يبقى التوتال لينث بتاعتها 1.5 متر، متر ونص، مكونه من 10 اجزاء. الجزء ده اسمه الابندكس، وده اسمه سيكم اللي هو الاور، ده اسندنج كولون. الثانيه دي اسمها رايت كوليك فليكشر، دي اسمها ترانسفيرز كولون، دي اسمها left colic flexure، ده اسمه descending colon، يبقى ascending transverse descending sigmoid colon. sigma يعني اس شيب، ساعات ناس بيسموه perfect colon. rectum يعني مستقيم inner canal. يبقى large intestine مكونه من 10 اجزاء. ايه الكاركترستكس اوف large intestine؟ ايه الحاجات اللي تفرق بين the small intestine وال large intestine؟ عندي ثلاث حاجات. نمرة واحدة، عندي 3 longitudinal bands، دي اسمها التينيا كولاي، دي اسمها التينيا كولاي، ده واحد من البانس بتاعت التينيا كولاي. ايه التينيا كولاي؟ دي ريبريزنت اللي هو الاوتر longitudinal layer muscular layer في large intestine. احنا عارفين ان كل حته في الجي اي تي فيها inner circular واوتر longitudinal layer. انا بتكلم على الماسكلوزا، الماسكلوزا inner circular واوتر longitudinal. في الاوتر longitudinal layer بتتجمع في اللارج انتستين وبتعمل باند، كلمة باند يعني شريط، اسمها تينيا، تينيا يعني شريط، كولاي يعني كولون، تينيا كولاي. يبقى تلات شرايط موجودين، يبقى تينيا كولاي. يبقى أول كاركترستكس موجودة في اللارج انتستين تينيا كولاي. وده كاركترستكس أوف كولون، يعني إيه؟ يعني مش موجود لا في الأبندكس ولا في السيكم ولا في الإنال كانال. اتنين، التينيا كولاي مشكلتها إن هي أقصر من اللارج انتستين بـ 1 فوت 30 سم. كون ان طولها يبقى اقصر من طول اللي هو اللارج انتستين ب 1 سنتيمتر بيخلي اللارج انتستين في حاله تكيسات بيسموها ساكيوليشن او هاوستريشن. ساكيوليشن، الساكيوليشن موجوده دي او الهاوستريشن نتيجه ان اللينث بتاعت التينيا كولاي 1 فوت شورتر ذان اللينث بتاع اللارج انتستين. التينيا كولاي طولها متر 20 سم، اللارج انتستين طولها متر ونص. ثالث حاجه الاقي فيه appendices epiploiki، دي peritoneal pockets كده filled with fat. اهو تلاقي عندي اهو دي pocket كده of peritoneum filled with fat، اسمها appendices، جاي مع كلمة appendix. appendix يعني زوائد، الزوائد epiploiki يعني epiploic يعني something related to the peritoneum. يبقى ال 3 characteristics اللي موجودة في large intestine، وجود التينيا كولاي اللي هي الشرايط دي، الساكيوليشن او الهاوستريشن التكيسات اللي موجوده عندي، وبعدين عندي بوكيت فيلد بوكيت اوف بريتونيوم فيلد ويز فات اسمها ابنديسيز ابي لايك. ابنديسيز ابي لايك. عندنا بعد كده اول حته في اللارج انتستين هي الابندكس او الفيرمي فورم ابندكس. السايد بتاعها موجوده فين؟ في الرايت الياك فوس. ايه الفانكشن بتاعتها؟ حاجات كتيرة قوي، الناس يقول ملهاش فانكشن، وفي ناس يقول انها very rich in lymphoid tissue، ودي جزء من الاميون سيستم وبيطلقوا عليها كلمة tonsil of abdomen. يبقى هي very rich in lymphoid tissue، so it is called tonsil of abdomen. اللينث بتاعها variable، الابندكس اللينث بتاعها variable، وبعض الناس نص انش، وبعض الناس 9 inches، يعني اللينث بتاعتها variable، وبعض الناس 1.5 سنتيمتر، وبعض الناس بتوصل لغايه 22 سنتيمتر. بتفتح في البوستر ميديال اسبكت بتاعت السيكم 1 انش بيلو الاوبننج بتاعت الاليوم. ادي الاليوم اهو، ده الاوبننج بتاعه 1 انش بيلو، الاقي الاوبننج بتاعت الابيكس. يبقى بتفتح في السيكم 1 انش بيلو الاوبننج بتاعت الاليوم. ايه البريتونيال كفرنج؟ هي كومبليتلي كفرد ويز بريتونيال، وليها peritoneal fold. البريتونيال فولد بطلق عليه كلمة ميزو appendix. الميزو appendix شكله زي ما يكون triangular in shape، ليه two borders، border بيحتوي على الابندكس اللي هو الرايت بوردر، والبوردر الثاني بيحتوي على الارتري اللي اسمه
بورتر موجودين. الرايت بورتر بيحتوي على الابندكس والليفت بورتر بيحتوي على حرف اسمه الابندكس. يبقى ده البريتونيال فولد اسمه ميزو ابندكس. ايه البوزيشنز بتاعت الابندكس؟ الكومنست بوزيشن انها تبقى موجوده بيهايند السيكم، اصل على كلمه ريترو سيكم، وده الكومنست بوزيشن، يبقى بيهايند السيكم ريترو سيكم. والتاني بوزيشن وده كومون بارتك بلفيك، انها تبقى طويله قوي توصل لغايه البلفيك. الاثنين دول مع بعضهم يمثلوا 95% of the case، يبقى ريترو سيكم وبلفيك. سب سيكم وده يمثل 3% just only. Pre and post ileum in front of ileum behind ileum كل واحد يمثل about 1%. The post ileum بعض الناس يقولوا 0.5%. Very rare ان الاسيلم كله يبقى مش موجود ويبقى السيكم والابندكس مع بعضهم تحت الليفر يسموها sub hepatic position which is very rare. يبقى عندنا هنا ريترو سيكل وبلبك، sub سيكل، بري ileum، post ileum. Uncommon subhepatic position. It would be a different position of the appendix. I did three area, post area, to be the appendix, تحت السيكم sub secum, وراء السيكم يبقى ريترو سيكم. ما هو البلاد سبلاي؟ الارتر ده اسمه superior mesenteric artery. Superior mesenteric artery بيدي artery اسمه اليو كوليك، اسمه اليو كوليك. الاليو كوليك بيطلع منه الارتر اللي اسمه الابندكس. يبقى الابندكيلار ارتري هو البلاد سبلاي بتاع الابندكس كان طالع من الاليو كوليك، والاليو كوليك ده كان طالع من السبيرو مسنتريك ارتري. الفينس درينج نفس الشيء، يعني ابندكيلار فين هيصب في الاليو كوليك فين هيصب في السبيرو مسنتريك فين. النيرف سبلاي بتاع الابندكس بتاخد النيرف سبلاي بتاعها كاورجان سمباثيك نيرف سبلاي فروم تي 10، ودي فكره الريفيرد بين بتاع الابندسايتس. لما بيحصل appendicitis inflammation للأبندكس الأبندكس بتبتدي تبعت للمخ، فالمخ ما بيصدقهاش يقول أكيد أنا غلطت، ده نفس المنطقة من الجلد اللي ليها نفس النيرف سبلاي هي الملتهبة بس أنا اللي غلطت، فيعمل referred pain كويس عند نفس المنطقة اللي ليها نفس النيرف سبلاي around the umbilicus. يبقى دي فكرة referred pain، يبقى inflammation بتاع الأبندكس ألاقي كويس بين البين ده بيبقى ال ديفايند بين لانه بيسرع بين بيبقى موجود حوالين الابندكس. شويه شويه الانفلاميشن بتاع الابندكس بيوصل لغايه الانتيرير ابدومينال وول، فلو انا ابتديت اضغط على منطقه الابندكس اضغط 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 واشد ايدي مره واحده تلاقي العين صور يسموها ريباوند تندرنس. ليه؟ لان الانفلاميشن هيوصل لغايه الانتيرير ابدومينال وول، فهيبقى البين هيبقى سوماتيك بين. الاولاني كان فيسرال بين، ده سوماتيك بين. يبقى البين باختصار بتاع الابندكس الاول بتلاقي الم حوالين الامبليكس الديفايند، وبعدين شويه شويه بيوصل لغايه الرايت كليك فوسا عشان هيبقى الانفلاميشن وصل لغايه الانتير ابدومينال وول هيبقى سوماتيك بين. طيب اضغط على فين بالظبط علشان اعرف ان في انفلاميشن ابندكس؟ فده السيرفيس اناتومي، الراجل اللي اكتشفه اسمه مات بيرني. يبقى عباره عن junction of line ممتد between the umbilicus and anterior superior iliacus spine. ادي line اخذ الجنكشن between the medial two third واللاترال one third. يبقى الجنكشن between the medial two third and the lateral one third of line extending between the umbilicus and anterior superior iliacus spine. لو انا ضغطت بضغط على the base of appendix يسموها McBurney. عندنا التاني جزء موجود عندي اسمه السيكم اللي هو الاوا، موجود برضه في رايت اليك فوسا زي الابندكس، وهو كومبليتلي كفرد ويز بريتونيوم بالظبط زي الابندكس بس مالوش بريتونيوم هول. ايه الريليشن بتاعت السيكم؟ السيكم ريليتد للانتير ابدومينال في مصر. تفتحها تلاقي في عندي جريتر اوميتر، تشيلها تلاقي في الكويلز اوف سمول انتستين. يبقى الانتير ريليشن يبقى الانتير ابدومينال وول اللي هي المصر، يشيلها تلاقي في بريتونيال فول جريتر اوميتر، لو شفتها تلاقي كويلز اوف سمول انتستين. البوستيرير ريليشن تقريبا ست سبع حاجات، ثلاثة اثنين تو ماسلز، العضله دي اسمها الياكس والعضله دي اسمها سواس ميجر، يبقى الياكس وسواس ميجر. اثنين الاقي في تو فيسلز موجودين، رايت جونادل ورايت اكسترنال الياك ارتري.
الجونادال والاكسترنال إلياك ارتري. نيرفز، النيرفز اللي هي موجوده، النيرف ده اسمه فيمورال نيرف، النيرف ده اسمه لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثايغ، والنيرف ده لما بينزل اسمه جنتو فيمورال نيرف. بعد كده يبقى ما هي الريليشنز بتاعت الابندك؟ ممكن يبقى ثلاث اثنينات، يبقى لو احنا خلصنا الجنتو فيمورال نيرف يبقى سواس ميجور والياكس، تو نيرفز فيمورال ولاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثايغ، تو فيسلز اللي هو الجونادال والاكسترنال الياك. ايه البلاد سبلاي؟ برضه نفس الارتري اللي كان اسمه الاليو كوليك اللي طالع من السوبيريور ميزنتريك. الاليو كوليك ده بيدي تو برانشز، وان ان فرونت اند وان بيهايند السيكم، اسمهم انتيريور سيكم والبوستيريور سيكم. يبقى عندي انتيريور سيكم والبوستيريور سيكم دول جايين من الاليو كوليك اللي هو جاي من السوبيريور ميزنتريك. الفينال درينج نفس الاسامي، يعني انتيريور سيكم فين بيصبوا في الاليو كوليك فين يصبوا في السوبيريور. عندنا بعد كده الكولون ascending والdescending كولون بنقارنهم مع بعضهم. الascending كولون بيبتدي في right iliac fossa من السيكم وينتهي في right hypochondrium، هيروح عامل تانية اسمها right colic fracture. يبقى بادي من right iliac fossa وينتهي في right hypochondrium وبيعمل تانية اسمها right colic fracture. عكسه بقى لو احنا مشينا الاسيندنج كولون، بادي من الليفت كوليك فليكشر وينتهي في البلد برام، الدخله بتاعت البلدس عشان هيبقى اسمه سيجمويد كولون. يبقى انا عندي هنا ده بينتهي في الرايت كوليك فليكشر، ده بيبتدي في الليفت كوليك فليكشر وينتهي بالسيجمويد كولون. الاسيندنج كولون اقصر من الاسيندنج كولون، الاسيندنج كولون طوله 6 انشز، الاسيندنج كولون طوله 12 انشز. هناخد الترانزفيرز كولون طوله 18 انش، يبقى 6 12 18، يبقى السن كولون طوله 6 انش، لكن السن كولون طوله 9 انش، الترانزفيرز كولون طوله 12 انش، يبقى 6 9 12، 6 الاسندنج كولون، 9 الديسندنج كولون، 12 الترانزفيرز كولون. البريتونيوم بتاع الاسندنج والديسندنج كولون كلاهما واحد، كفر بالبريتونيوم من الترانكوال سايتس، يعني هم خلف البريتون، يعني البريتون لازقهم من البوستيريور ابدومينال وول، هم الاثنين اسمهم ريترو بريتونيوم. يبقى السن كله طوله 6 انشز، والسن كله طوله 9 انشز، هم الاثنين كفر بالبريتونيوم من الترانكوال سايتس، يعني البريتونيوم لازقهم من البوستيريور ابدومينال وول، يعني من ورا مش كفر بالبريتونيوم، هم الاثنين ريترو بريتونيوم. ما هو البلاد سبلاي؟ بردك كالمعتاد الاسينيو كولون نفس الارتري اللي كان اسمه السوبيريور ميزنتريك ارتري، بيتي برانشين الاليو كوليك او باين عليك الميد كوليك والرايت كوليك، يبقى في برانشين سبلاينج الاسينيو كولون الاليو كوليك والرايت كوليك. طب والديسينيو كولون الارتري المره دي مش السوبيريور ميزنتريك ارتري، اسمه انفيريور ميزنتريك، بيدي الليفت كوليك والسيجمويدال برانشين left colic و sigmoidal branches. يبقى الاسينيوم كولون بياخد من الاليو كوليك والرايت كوليك كلاهما من السوبيريور ميزنتريك ارتري، والديسينيوم كولون بياخد من الليفت كوليك والسيجمويدال وكلاهما من الانفيريور ميزنتريك ارتري. عندي هنا تانيتين زي ما كان في اسينيوم كولون وديسينيوم كولون، عندي تانيتين رايت كوليك فليكشن ليفت كوليك فليكشن. الرايت كوليك فليكشن موجوده في الرايت هايبوكوندريا، الليفت كوليك فليكشن موجوده في الليفت هايبوكوندريا. الرايت كوليك فليكشن موجوده تحت الليفر، الليفر بيزقها شويه بيخلي الليفر بتاعها لوور، لكن الليفت كوليك فليكشن بتبقى هاير شويه. الرايت كوليك فليكشن بتبقى واخده زي ما تكون رايت انجل زاويه قائمه، لكن الليفت كوليك فليكشن بتاخد اكيد انجل. باختصار الرايت كوليك فليكشن في الرايت هايبوكوندريا، الليفت كوليك فليكشن موجوده في الليفت هايبوكوندريا، دي بتبقى lower in position شويه right colic flexure علشان الليفر، left colic flexure higher يعمل right angle يعمل تكميل. ما هو البلاد سبلاي بتاعها؟ زي ما كان عندي هنا artery اسمه right colic، عندي artery هنا اسمه left colic. ده السوبر ميزنتريك ادى اليو كوليك ادى right colic، الانفير ميزنتريك ادى left colic، كلاهما بيدي branch اسمه ascending with the same، يعني right colic بيدي ascending with the same.
let's call it with the ascending ascent. You have ascending branch of right colic with the right colic flush. The ascending branch of left colic with the left colic flush. You have a right colic flexure, you have an ascending branch of right colic. The left colic flexure, you have an ascending branch of left colic flush.